بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 121 اللي خاص بطاقة السيكوا سيرفر. في هذا الدرس راح نناقش Choose Function in SQL Server 2012. أنا محمد إماد عرفة. بهذا الدرس راح أتعرف على Choose Function وكيفية استخدامنا له بداخل السيكوا سيرفر 2012. أوكي، Choose Function هو Function تم تقديمه بالسيكوا سيرفر 2012، واللي هو بحد ذاته Function عماله برجع لك اللي هو الايتم بالاعتماد على الIndex اللي خاص بمكان وجوده ضمن List of Available Values. اوكي، طبعا الاندكس هو يبدا من رقم اللي هو 1 وليس من 0. يعني السنتكس اللي خاص بهذا الفانكشن هو على النحو التالي: تشوز، بعد هيك الاندكس اللي هو عنوان هذا الايتم او الفاليوز اللي انت بدك اياها، وطبعا بعد هيك بتقوم انت بتزويده بالليست اوف افيلابل فاليوز. فبالتالي بالاعتماد على الاندكس هو راح يرجع لك الفاليوز اللي معرف ضمن هاي الليست اللي انت مزوده فيها. اوكي، الان مثال على النحو التالي. لاحظت لحظه، هون عندي ليست اوف افيلابل فاليوز اللي هي انديا، يو اس، يو كي. انا مثلا لو بدي الايتم الثاني، فبالتالي راح اقوم بتزويده بالاندكس اللي هو رقم 2، فبالتالي راح يرجع لي يو اس زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. لو اروح مباشره على السيكوا سيرفر مانجمنت ستوديو، لاحظت انه هاي نفس الستيتمنت اللي موجود عندي بالسلايد. لو اعمل اكسكيوت لاحظت انه قام بارجاع عندي هون اللي هو اليو اس. تمام، لاحظت انه هون اليو اس الاندكس لها هو 2، فبالتالي انا هون محدد 2، فبالتالي قام بارجاع هذا الايتم. لان انا مثلا بدي اقوم بارجاع اللي هو اول ايتم، فبالتالي مباشره راح اقوم بوضع اللي هو الاندكس رقم اللي هو 1. ذكرنا انه الاندكس هو يبدا من رقم 1 وليس من 0، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه: متى سيحصل لو قمت بتزويده ب 0؟ الان بكل بساطه راح اقوم بارجاع اللي هو نال فاليو زي ما احنا فعليا شايفين. ايضا انت عندي هنا، انا فعليا عندي 3 ايتمز، فبالتالي اللي هو ماكسيمم اندكس لهي الليست اوف افيلابل فاليوز هو 3. فبالتالي لو بقوم الان بتزويده برقم 4 وبعمل F5، راح تلاحظ انه ايضا راح يقوم بارجاع اللي هو null زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان خلينا نشوف اللي هو كيفيه التعامل مع التشوز فانكشن ولكن على تيبل داتا. اوكي، خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. الان لو باجي بعمل عندي هون اللي هو select start from اللي هو employees زي ما احنا فعليا شايفين، راح تحمل هاي هي الداتا الموجوده عندي: ID، name، date of birth. انا لو بدي بكل بساطه اقوم بعرض اللي هو التالي، بدي اقوم بهنا بانشاء عمود جديد راح اسميه month، بحيث انه انا هون راح اقوم بدلا من 1، تمام، راح اقوم بعرض اللي هو January مثلا. اوكي، فبالتالي انا بدي اقوم باستخراج المنث، وبعد هيك مباشره اقوم بعرض اللي هو تكست معين. تمام، يعني على النحو التالي: هاي هي الداتا بالاعتماد على date of birth، تمام، وبالتحديد بالاعتماد على الشهر راح اقوم بعرض عندي هنا اللي هو اسم هذا الشهر كتكست. اوكي، فبالتالي بامكانك انك تعمل هذا الامر عن طريق اللي هو الكيس ستيتمنت. تمام، الان خلينا نشوف كيف بامكاننا نعمل هذا الامر بشكل عملي. انا راح اروح مباشره على سيكو سيرفر مانجمنت ستوديو، ايضا راح اقوم عندي هنا اللي هو بعرض اللي هو نيم، وايضا راح اقوم عندي هنا بعرض اللي هو ديت اوف بيرث، وايضا راح اقوم عندي هنا بعرض عندي هنا اللي هو الشهر. حتى نيجي نعرض الشهر بكل بساطه لابد انه نيجي نستخدم عندي هنا الكيس زي ما احنا ذكرنا، وبعد هيك لابد انه استخدم عندي هنا الديت بارت، وانا طبعا راح اقوم عندي هنا بعرض اللي هو المانث، فبالتالي راح يرد لي المانث كرقم من الكولوم اللي هو عباره عن ديت اوف pairs. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. تمام، فبالتالي راح تكون الديتا عندي بهذا اللي هو الشكل. انا هون عمالي بقوم بارجاع اللي هو رقم الشهر، فبالتالي راح نيجي نحكي الان اذا كان هذا الشهر قيمته 1، فبالتالي قوم الان بعرض اللي هو خلينا نحكي جانيوري. اوكي، الآن نفس الشيء بالنسبة لباقي الأشهر، فبالتالي أنا أوريدي قمت بكتابتهم، فبالتالي خلينا نجي نعمل لهم اللي هو كوبي من عندي من هاي التكست. تمام، ومباشرة رح أقوم الآن بعمل بيست زي ما احنا فعليا شايفين، فبالتالي أصبحت بهذا الشكل. أوكي، فبالتالي أصبحت عندي بهذا الشكل زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان بعد هيك مباشره بدي اقوم بعمل هون اللي هو end، وايضا خلينا نقوم ب عندي هون وضع alias name. الالياس نيم راح اسميه اللي هو month.
اوكي زي ما احنا فعليا شايفين. انا لما باجي بعمل عندي هون اللي هو اكسكيوت، خلينا نشوف فعليا شو اللي راح يطلع معي. انا لما نيجي نعمل F5 راح افتح بدل من 1 عرض لي جانيوري، بدل من 12 عرض لي ديسمبر، بدل من 11 عرض لي نوفمبر وهكذا. اوكي الان نفس الشيء بامكانك انك تحققه، ولكن ايضا عن طريق استخدامنا للتشوز فانكشن. فبالتالي خلينا نشوف كيف بامكاننا نحقق نفس الشيء ولكن عن طريق هذا الفانكشن. فبالتالي راح نيجي نعمل كوبي من هذا الفانكشن او عفوا من الترانزاكت سيكول اللي احنا قمنا بكتابتها زي ما احنا فعليا شايفين. الان بعد هيك مباشره انا راح اقوم فعليا بحذف كل هذا عمليا الستيتمنتس اللي موجوده عندي هون، وايضا عندي هون بدلا من كيس راح استخدم عندي الفانكشن اللي اسمه اللي هو تشوز. وبعد هيك انا بعرف انه هذا الفانكشن راح يرجع لي اللي هو رقم الشهر، فبالتالي رقم الشهر فعليا راح يمثل لي الاندكس. اوكي بعد هيك انا بحاجه الى اني هون ازوده باللي هو ليست اوف خلينا نحكي مانث. اوكي فبالتالي ليست اوف مانث راح اقوم بتزويده، انا اوريدي قمت بكتابتهم على النحو التالي، فراح نيجي نعمل لهم اللي هو كوبي، ومباشره راح اقوم بوضعهم عندي بيست زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي وبعد هيك راح اقوم بعرضها من التيبل اسمه اللي هو امبلويز. انا باجي بعمل عندي هون اللي هو اكسكيوت، راح تلاحظ انه ايضا قام بعرض نفس الشيء. الان فقط خليني هون اقوم بوضع اللي هو alias name as خلينا نحكي month زي ما احنا فعليا شايفين. انا بنضغط هون عندي F5 راح تلاحظ انه قام باعطاء نفس النتيجه كما لو اني طبقت عندي هون اللي هو الكيس ستيتمنت. فبالتالي لو باجي بعمل اكسكيوت لهم الاثنين راح تلاحظ انهم اعطوني نفس اللي هو النتيجه بدون اي اختلاف. اوكي تمام. الان لاحظ معي عندي هون انا فعليا قمت بتزويده بديت اللي هو بارت، واللي هو بحد ذاته راح يرجع لك الاندكس، وطبعا هاي هي الليست اوف افيلابل فاليوز. فبالتالي لو رجع عندي واحد فبالتالي راح يقوم بارجاع اللي هو جانيوري، لو رجع عندي من هون من هذا عمليا الكولوم رجع عندي اثنين تمام، بعد ما طبقت عليه ديت بارت راح يقوم بعرض اللي هو فبروري، لو ثلاثة رح يطبق لي عندي هون اللي هو مارس، وبالتالي اذا نفس الشيء لباقي اللي هو الاشهر. اوكي فاذا هاي هي الفكره تمام. بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.